صار معك شي اليوم؟ لقيت شغل؟ شو طمنيني، عندك أخبار حلوة؟ ما بعرف إذا أخبار حلوة ولا لا، بس أنا مرضانة. يي سلامتك، ما كان فيكي شي اليوم؟ إيه صح، تعبت فجأة. على كل حال في خبر ظريف لإلك، أنا بكرة إجاني شغل جرسونة بعزيمة ومصرياتها مناح، بس ما بظن كون تحسنت لبكرة. إذا بدك روحي مكاني. جرسون قصدك؟ طيب ما في مشكلة، أنت بس بعتيلي كل التفاصيل برسالة. لا لازم تجي لعندي، لأنه في معي بهارات للشيف لازم وصل له إياها، إذا فيكي تاخديها معك. بعرف بدي عزبك. طيب بكرة بشوفك. ما تقلق، الشغل ليلة واحدة، رح أشتغل بعزيمة كم ساعة وخلصنا. تاخدي الباقي بس تخلصي. البنت الذكية بتعجبني. بالمناسبة طلعتي شاطرة بالتمثيل، قنعتيها وخلتيها توافق، ها؟ تفضلي، هذا الشيء اللي راح يحول حياتها لكابوس بشع. تفضلي، هي بهاراتنا الخاصة. اصحك، لا تخليها تفتح الكيس. قولي لها هي البهارات، عم تفهمي؟ تحمل يا كمال تارون، هديتي إلك مرتك تطلع تاجرة مخدرات وتصير سيرتك على كل لسان. فرجيني شو رح تعمل وقتها. مرحبا. أهلين، كيفك؟ الحمد لله. مبين عليكي طبتي، شايفتك منيحة. إذا بدك روحي أنت على العزيمة. ما بقدر، ما طبت. يعني بلشت أتحسن، بس حاسة جسمي تعبان وبدي راحة. مبين عليكي متوترة، شو اللي موترك؟ بصراحة أنا وحبيبي تخانقنا وأعصابي متوترة من الموضوع. إيه بتنحل. عكل حال أنا لازم أمشي، وأنتي عطي هدول للشيف. لشو كل هالعجلة روقي؟ هلأ تذكرت إنه عندي شغلة، يلا خديهم.
معناها رح روح أنا، ولا تقلقي رح وصل هدول. يسلم. من وين طريقك؟ من هون. وأنا طريقي من هون، بمشي معك. نارين ماشي مع رفيقتها، الوضع عادي. تمام، انتبه وتابع المراقبة. ناجي، انتبه تشوفك. تمام، ما تقلق، ما رح تشوفني. مرحبا معلم. الكيس صار بشنتايتها، وهلأ عم تمشي مع رفيقتها. كل شي ماشي مثل ما خططنا له. طيب تمام، لما توقف بشي مكان ويكون الوضع مناسب بتتصرف مثل ما قلت لك وبتبلغ الشرطة، فهمت؟ تمام معلم، لا تاكل هم انت. زلمة التلهاس، على شو ناوي هاد؟ شبو هاد المجنون؟ افتح الطريق بسرعة، هلا ضيع على البنت. تحرك، عامل لك بعد مش وطراش. بعد ولا لك مجنون؟ بعد يا اخي بقى، شو صار لك؟ لك بعد لي مستعجل. بعدين هيك ما عاد يلاقيها. الله لا يوفقك، ضيعتها بسببك. لك من وين طلع لي هاد؟ وين راحت هلا وكيف بدي لاقيها؟ ما في مهرب مطر خبره، الله يستر. مرحبا معلم. طمني، بلغت الشرطة؟ بدي اقول لك شغلة، صارت مشكلة، ضيعتها للبنت معلم. نعم؟ كيف يعني ضيعتها؟ في سيارة سكرت لي طريقي. ما بدي اسمع هذا العلاك. هلا انت ادعي ان ما تفتح الكيس لتوصل على العنوان اللي معها. وهلا اسمع شو راح اقول لك، ركز معي. بتروح على العنوان ولما هي توصل منيح خليته ضيع. لوين راحت يا ترى؟ مرحبا، صار مشكلة. شو صار؟ ما تكون شافتك؟ ها؟ لا، ما شافتني. تلهاز، تلهاز بعد حدا وراها. حاطت حدا يلحقها؟ كيف عرفت؟ أنا انتبهت له، اسمه تونجر، بعرفه من رجال تلهاز. هذا ما رح يتركنا. بس لا تقلق،
سكرت له الطريق وخليته ضيعها. ضليت بوشه لحتى ما عادت بياني. بس أنا ما بعرف وين راحت بالضبط. يعني هلأ هي لحالة؟ إيه للأسف. خايف يكون بعد حدا تاني وراها. هذا الزلمة بيخوف كتير. طيب أنا رح أحكي مع نارين هلأ، وانت خليك لحق الزلمة لنعرف على شو ناوي. طيب ماشي، لا تقلق، ما تاكل هم، أنا أصلا وراها. ليش ما عم ترد؟ مع اني كنت وعدتها. شو اخبارها يا ترى؟ لسه في وقت للشغل، روح لعندها. وين الموبايل؟ هذا اللي ناقصني، بدون شي شنطتي كلها اغراض. شو هالبهارات هاي؟ ما لا ريحة بنوم. شو القصة؟ ليش دايق لي هالقد؟ أكيد بده يطمن. هاد رح يخلص شحنه، رح حاكي ريحان بالأول. ألو؟ أي ريحان، رح يطفي موبايلي. قلت بمرق لعندك شوي، شو عم تساوي؟ ايه طبعا، تعالي بنبسط فيكي، تعي ناطرتك. طيب ماشي، مسافة الطريق، جاي فورا. رح اتصل بكمال وشوف شو بده. يي ما لحقت طفى، لو لحقت احكي هالمكالمة. يلا هلأ ابدأ من عند ريحان. نارين كتير مشتاقت لك. منيح اجيتي، ما بتصدقي شو مشتاقت لك. وانا اكتر. اهلا نارين، كيفك؟ كيفك حبيبتي؟ منيحة، بما انه ريحان هون وهي انتي هون فاكيد انا رح كون منيحة. زينب مو قلتي لي عندك وظيفة؟ روحي خلصي وظيفتك وبعدين ارجعي. ولما خلصها بشوفها. شبكي انتي؟ تطلعي نقعد برا؟ امشي. وين راحت؟ وينها؟ ناجي في أخبار؟ لا أبداً، وعم حاول أعرف ما في شي جديد. موبايلها مسكر وما عم لاقيها، دور لي عليها بكل مكان وخبرني إذا لقيتها. طيب ماشي. لساته مسكر، بس أنا الحق علي، ما كان لازم موافق على هالشغل. ما قدرت روح وأترك خالي بهي الحالة، يعني مشانه بقيت. تعرفي إنه مو بس خالك اللي بحاجتك، كمان في حدا تاني بحاجتك. نارين هلأ كنت عم قلك أنا هون كرماله، ولما يتحسن. ريحان لا تحاولي تتخبي ورا الحقيقة، أصلاً خالك كان مريض لما مشيتي. بعدين هنن قديش معهم مصاري؟ بيقدروا يجيبوا أحسن حدا يهتم فيه ويدير باله عليه. ليش لا يروح يجيبك أنتي؟ لأنه خالي ما كان عم يقبل يأكل وأنا ماني هون. لهيك أمير كان بده حجة مشان ما يخليك تبعدي ولا يرجعك على البيت، وإجته هاي الحجة على إيديها ورجليها.
منيح هاي القدر اتدخل مشان ما تفترقوا عن بعض. هو رجعني لهون بس كرمال خالي، مو مثل ما أنا كنت مفكرة. كل ما عم شوفه عم بتأكد. كملي. أمير صاير عم يكرهني، لو تشوفي كيف بيطلع فيني. ما نوع عم يستوعب قديش هاد الشي عم بيعذبني. اللي عم يعمله كتير طبيعي لأنه هو انصدم من كتر ما بيحبك، ما استوعب أنه تتخلي عنه. بفهمك، موقفك كتير صعب، بس كل شي رح يمرق. أنا صار لازم أمشي مشان ما أتأخر على الشغل. يا الله رجعت نسيت، أنا مو مركزة بنوب. شوفي، لقيت كمال دايقلي أكتر من مرة، وقبل ما دقله طفى موبايلي وعلى أساس اشحنه عندك، بس التهيت بالحديث ونسيته. ادقيله من عندي. يا لطيف، شو هالصدفة هاي؟ ألو؟ ريحان، ما عم لاقي نارين، انت بتعرفي وينها؟ ايه بعرف، هي ليك عندي. تفضل احكي معها. شو؟ ألو؟ وينك انت؟ كم مرة دقيت لك وما رديتي؟ جيت لدق لك قام طفى موبايلي. خليكي عندك، جاي فورا. لا ما فيني، بتأخر على الشغل. عم بقلك جاية، لا تتحركي. ماشي، بس انت شبك؟ صاير شي يعني؟ ما في شي، بنحكي بس شوفك. طيب. وهلأ شو بدي إلا؟ خليت ناجي يلحقها وبالصدفة لاحظ انه في رجال عم بيلحقها؟ كنت رحت لحالي، لهلأ ما فهمت ليش اجيت تاخدني. كنت قريب أصلاً وما في شيء أعمله، قلت بيجي وبوصلك، هيك أحسن مشان المحكمة. لازم نحاول نضل سوا. لا ما بظن إنه هذا السبب، في شيء تاني بس ما عم يقوله. أبصر شو القصة. أكيد رح تمرق من هذا الطريق، وهيك فوراً من الحق. إيه ناطرين، لما منشوفها بعيوننا مرقت وقتها منتصل بالشرطة ومنبلغ فوراً. طبعاً لأنه العدالة لازم تظهر وتأخذ مجراها.